توفى على الفور نظرا على نزاع قائم بين العائلة. الحقيقة الآن والسبب رجع لنا الأخ ديالو هو اللي تسبب لي بالوفاة ديالو، واحد المطرقة اللي وجهها لي ضربة قاضية وبقى كيعاود في الضرب ديالو حتى وافته المهنية على الفور. جاني غاضب أولي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للمنابر الإعلامية على تطرق المواضيع ديال جريمة القتل اللي وقعت ضواحي مدينة بن حمد بمنطقة ولد محمد. الواقعة ترابيا على الدائرة ديال بن حمد الشمالية. هذا ما يحز في النفس أن كنشوف اليوم جريمة كتوقع بواحد الطرق يعني برودة، اللي كيقتل العم ديالو بمطرقة يعني اللي كيوجه لها فيها ضربات متتالية، حتى الفضل الانفاس ديالو الاخيره مع ديك الضربه القاضيه ديال المطرقه. اليوم كنشوفوا حاله الجريمه اليوم اللي استاذ متقاعد، يعني بهذه المناسبه نتقدم بالعزاء الى العائله ديالو واللي شفناهم الان في في, في في واحد الانهيار ديالهم. صراحه الله هذا الشيء يحز في النفس، انه ولا الامور كتخذ واحد المنحه، ما بقاش واحد الانسان المواطن كيصبر وكيتفاهم، حتى العائلات ملي كيكون عندهم واحد الاضطراب نفسي ديال واحد الوليد خاصو يديو يحيلوه على اطباء نفسيا. الحمد لله الاطباء راه موجودين بالمستشفيات ديال الدوله، على اساس ان الانسان كيولي عنده امراض نفسيه خاص الانسان لابد انه يواكب العلاج ديالو، لان ربما ان السيد كيقولوا الاضطرابات النفسيه اللي خلاته انه يدير هذه الجريمه اللي هزت الراي العام سطاتي. بطبيعه الحال حنا اليوم كنشوفوا ان مدينه سطات فيها واحد الارتفاع الجريمه على الاماكن ديال المناطق الاخرى، وبالذات حنا منطقه ديال واد محمد، يعني وقت مؤخرا ديال السلاح اللي تيرى في عائلته تا هو، كذلك في الزوجه ديالو، حتى في ربما في واحد من العائله ديالو. حتى اليوم كنشوفوا ان عمه قتلوا بواحد البروده من طرقه، هذا الشيء يعني اللي يحز في الناس. الجريمه اللي وقعت اليوم هي كتبين على ان المجتمع اليوم، المجتمع المغربي، ولا عنده واحد الضغط نفسي لانه كيولد انفجار، وهذا الضغط النفسي هو اللي خلى ان كيكون نزاع الورث، نزاع على 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 خصوم قديمه مع الاب ديالو ولا شي حاجه كتخلي انه يدير الجريمه. شفت هذا الشيء اللي كنشوف بعض المرات فيديوهات كتوصلني، ومؤخرا واحد الصور كان متداوله ديال واحد الشخص هو مذبوح، يعني هذا الشيء حتى واحد الشخص مؤخرا حتى هو كيعرضوا فيه الاغتصاب وكيوثقوا بالفيديو. دابا الانسان حتى كتشوف انه كيدير الجريمه وكيوثقها باش يتلذذ في يعني الانسانيه تنزعت من القلوب ديال بعض الاشخاص اللي كتخليهم انهم وراء التاثير ديال المخدرات، وهما من الظواهر اللي كيخلوا حتى المخدرات انه الانسان اللي كيبغي يدير الجريمه كيكون مرفوع، حتى كيوقع الواقعه هذا كيندم يلقى راسه وراء القضبان وراء السجن في واحد المجموعه ديال السجناء، يعني اللي عندهم تما السوابق. انسان هنا اللي كيخلي الانسان كيندم وكيعرف راسه انه دار واحد الخطا، ولكن الخطا كيضرب واحد 20 عام. اذا هنا اليوم المجتمع لابد ان الخبراء في مجال العلم النفس وكذلك المجتمع المدني يدير حملات تحسيسيه لفائدة هاد الحالات، وحتى المواكبة ديال الأطباء النفسيين لواحد المجموعة ديال المواطنين اللي كيكون عندهم أمراض نفسية. الاعتقال ديالو، أنا ما عنديش علم، أنا الاعتقال ديالو أن الحالة، عرفت أن المصالح ديال الدرك الملكي كانت دارت حملة تمشيط على مكان الجريمة والضواحي ديالها، يعني المعلومات اللي عندكم انتم ربما انا ما عنديش، يعني الحمد لله ان الاجهزه ديال الدرك الملكي انك تجاوب بسرعه، وحتى يعني وقعت الجريمه الاخرى كانت بدات السلاح الناري، يعني الدرك الملكي في ظرف وجيز اعتقلوه. اذا هنا كنبينوا ان حتى الامن راه داير الدور ديالو. يا اخوان اش غنقول لك، انا كنشوف بحال هاد الحوايج يعني كيضرني نفسي، كنشوف يعني الناس ولات كتقتل بعضياتها، ما هادشي ما كانش. دابا وليتي غادي وانت غادي من دير الاحتياط ديالك، يعني غادي وتقدر توقع عاد شي واحد تنازع معاه كيهود في السياره ديالك، كتشوف واحد الانسان غير في مجال السير كيهود كيبدا يسب والمله ويدفل عليك وكل شيء، وانت كتبقى. ولكن حنا دائما كنحاولوا انني كشخص كندوي على راسي دائما كنحاول نتفادى المشاكل، لان الانسان كيكون في وضع ديال الغضب ديالو
وعلى الاخر كيجي كيطلب منك السماحه. اذا اتمنى يعني المغاربه كاملين ان يكون فينا الصبر ويكون فينا الاحترام. الانسان كيتخذ بالعقل، اي مشاكل كتحل بالعقل. كاين الناس اللي كيدخلوا كيفكوا المشاكل يصالحوا العائلات، هادشي كيوقع اغلبيه العائلات، هو الارث، الارث هو المجموعه ديال الناس كيوقع لهم واحد النفور بيناتهم، هو الارث او لا عندهم طلاق. هادو هما الحوايج العوامل اللي كتخلي يعني المواطن المغاربه كيتضاربوا بيناتهم، او حتى القبليه، حتى القبليه باقا كنشوفوا دوار مع دوار، حي مع حي، هذا ضرب ليا خويا خصني ما يضربوش، خصني ندير كيمشي كيدير الجريمه. وهادشي اللي وقع في مؤخرا بحال الاسفي، شي يعني كيف بالساطور ديالو كيقتل في السيد عادي، حتى بحال انه حتى حاجه كيقتل في كلب ولا حاشاكم كيقتل في شي حيوان. هذا هو الحوايج اللي خلونا اننا خصنا كمجتمع انه نتحركوا في هذه الظواهر لمحاربه هذه الظواهر، وحتى الاطباء النفسيين يشتغلوا فيها. مستودع الاموات اش غيبقى يقتل فيه؟ السيد الله يرحمه مسكين، يعني السيد مشى لعدل الله سبحانه وتعالى، يعني شناهو؟ قتلتي عمك اصاحبي، راه دمك ماشي شي واحد اللي براني، على وسخ الدنيا، غدا غتموت هو غدا يموت، اشنو دا معاه هو؟ شنو غدي معاك انت؟ مشيتي 20 عام ديال الحبس، هو مشى عند الله سبحانه وتعالى الله يرحمه في هذا النهار. الاخطاء كتخلي الانسان كيفقد الوزن ديالو، التوازن ديالو عفوا، والعقل ديالو، انه يدير واحد الجريمه بالدم بارد. اذا الحوايج يعني لابد ان تتضافر جهود ديال حتى الحكومه لها دور انها توسع واحد المراكز ديال الاعاده، مثلا معالجه الادمان، معالجه لهاد الامراض النفسيه. حنا ما عندناش مركز، عندنا مركز ديال الاستشفاء ديال الامراض العقليه هو في برشيد، حنا السلطات ما عندناش، يعني اغلب الناس اللي كيكون عندهم اضطرابات نفسيه ما كيلقاش حتى الدواء ديالو، يعني الجانب الصحي ما كيلقاش، كيقدر يتقطع من الدواء، يقطع من عندوش العلاج ديالو. خاص هاد المراكز يكونوا مراكز القرب على مستوى الاقاليم ديال المدن المغربيه، باش الانسان اللي كيكون عنده حالات حتى الدور ديال السلطه انه بلي عرفوا انه واحد السيد راه كيكون عنده اضطرابات نفسيه، وكتبلغوا العائلات او الجيران كيبلغوا على هذه الحاله، خاص السلطه هي دير واحد التقرير ويحيلوا على طبيب نفسي. شحال من واحد تعالج، كنعرفوا حالات تعالجوا بحال ما يعني، حتى كيوقع حتى الانسان مثلا في الشق ديال الاغتصاب، كتلقى واحد السيد كيغتصب واحد الطفل ولا الفتاه، وهو يعني مرفوع للقلم بهذا المفهوم. المساله تطرقت لها بحال دابا، حنا عندنا مدينه السلطات كان واحد المركز بحي السماعله وخاص بالامراض النفسيه. العديد من المواطنين كيعانيوا من غياب الادويه الخاصه بهذه الامراض النفسيه، واللي شفت فيها واحد الحاله ديال ان السيد تقطع ليه الدواء، واحد الليله دار واحد، انا كنت واكبت السيد باش انه يعطيو الدواء ديالو، وكيقول لك القائمين على هذاك المركز الصحي كيقول لك هذا الدواء ما سيطرش لنا الوزاره. هذاك السيد ديك الليله كان قاطع ليه الدواء، هرس مجموعه ديال السيارات اللي على ما اذكر، يعني بسبب انه ما بقاش عنده الادويه اللي غتهدئوا باش ما يديرش شي حاجه اكثر من القياس. اذا شكرا لكم انتما على هذه المتابعه ديال الجريمه اللي وقعت اليوم. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.